650 قتيل، 12,000 جريح، 1,000 معوق وملايين الدولارات من خسائر مادية تقع جراء حوادث السير. نصت القوانين ولا تزال النسبة عم بتزيد، وللحد من حوادث السير انطلق من السراي الحكومي المجلس الوطني للسلام المرورية برئاسة ورعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، هالمجلس اللي أصبح أعلى سلطة سلامة مرورية بالدولة اللبنانية. المجلس الوطني للسير المرورية نص على إنشاء قانون السير الجديد ولكن لم ينشأ بعد لحتى اليوم، صرنا حوالي سنة أو سنة شوية عم نحضره تنظيميا وإداريا ولوجستيا وإلى آخره، اليوم نحن ردي لحتى نطلقه لحتى يكون له الدور الأول ودور المونيتورينج والأودت والرقابة على كل المؤسسات المعنية بالسلام المرورية. اليوم يعني بأكد أنه الحكومة عازمة على أنه فعلا نمضي قدما بتحضير هالنصوص التطبيقية واتخاذ القرارات المناسبة منشان تصير ملزمة ونقدر نتبعها على التطبيق الفعلي. في نص قانوني موجود يجب أن يحدد سيارات العمومية لوحة حمراء، المواطنين كلهم لون واحد، وبالتالي من رئيس الجمهورية ونزول ما في تمييز، النائب ما بقى عنده نمرة زرقاء والوزير ما بقى عنده نمرة سوداء. عدد ضحايا السير في ازدياد، ليش؟ لأنه ما عندنا مسلك مروري، ما عندنا طرقات صالحة، ما عندنا، في عندنا قوانين، في عندنا خطط، ولكن ما عندنا تطبيق أو ملاحقة لتطبيق هذه القوانين. الحملة مش بس تبقى على public figures وأشخاص كرمال يوعوا الناس، الأهم من هذا كله هو القيود بالقانون، والقانون أهميته أنه يردع الناس، لأنه مش كل الناس عندها القدرة أنها تعمل self control وهي تقدر تتحكم بحالها. مع انطلاق أعمال المجلس الوطني للسلام المرورية تم إطلاق حملة مهارة مش شطارة، حملة توعوية عبر الصوت والصورة ومن خلال شخصيات إعلامية وفنية بارزة أعدوا أفلام قصيرة من أجل إيصال رسائل إنسانية واجتماعية، أفلام من إخراج وليد نصيف، حملة نصائح وإرشادات للحد من حوادث السير بلبنان. كل فيلم عنده، انا بالنسبه لي مسج، رساله معينه، كايند اوف اويرنس، قصص نحن اليوم بتغيب عن راسنا، تكستينج، البلوتوث، درينكينج، الكول، قد ايه عندك اليوم نسبه وقت بالتركيز انتوا عم بتسوقي، اذا الواحد اليوم يمكن يطلع مرات الشباك، اذا الواحد صار معه حادث شو بيعمل، سو كل شيء بمحيط الحادث والسلام المروري نحن عم نطرحه بهالافلام. بالفيلم المعمول بطريقه كثير مهمه، ان شاء الله توصل الرساله، وانا بقول وصل، يعني كل واحد من موقعه إذا عمل شغله بيقدر يوصل، وبنقدر نخفف من أعداد هائلة لأشخاص عم بيموتوا بحوادث سير يوميا. أجيال جديدة عم تطلع عم تربى على أخطاء وارتنينا من أهلهم، لأنه أهلهم ما بيعرفوا قانون السير، ولأنه قانون السير ما عم يطبق، فأنت صرت جيل بعد جيل عم بتفاقم الغلط. هي مسؤولية مجتمع أهلي، مجتمع مدني، مسؤولية مواطن، مسؤولية كل شخص بيطلع على مقود السيارة، مسؤولية الجميع. يعني ما بدنا قانون تنعرف تنشوف هذه الصور المؤلمة اللي كنا عم نشوفها، كل إنسان بس يطلع على السيارة لازم يكون عنده هو المسؤولية.